السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وانتوا بتشوفوني بتسمعوني دلوقتي. زي ما انتوا شايفين الفيديو النهاردة بتاعنا جديد ومختلف عن بقية الفيديوهات بتاعتنا. ان شاء الله النهاردة انا هعمل معاكم الفطير المشلتت. المورق زي ما انت شايفة الطبقات بتاعته عاملة ازاي من الداخل، وتقدري كمان تعمليه بالاحجام اللي انت حباها. انا هنا عملت 3 كيلو، عملت بيهم 4 فطيرات وفطيرة واحدة صغيرة، فانت تقدري على حسب الحجم اللي انت محتاجاه وعلى حسب الصينيه اللي هتعملي فيها تبتدي ان انت تعملي الفطيره بنفس الحجم. بس انا هنا عملت الفطير بتاعي، عملته تخين زي ما انت شايفاه وفي طبقات كتيره، علشان انا كنت عاملاه مش لبيتي بس، يعني كنت عاملاه اطلعه لحماتي ومامتي وكده، عشان هم بيحبوا الفطير مليان من الداخل، وفي نفس الوقت برضو دي حاجة بترجع لك. فأنا لو بعمله لنفسي بعمله أقل من كده، بس أنا عشان عاملاه هطلعه لماما ولحماتي فيكون زي ما هما بيحبوه. وكمان بقى هنا أنا معايا 3 كيلو من الدقيق، حطيت عليهم معلقة كبيرة من الملح مليانة، وبعد كده حطيت عليهم الشفشق أو الدرق اللي انت شفتيه فيه مية دوت. أنا معايا الكيلو حطاله 2.5 كوباية من المية، فكنت معايا الكمية بتاعت المية بتاعتي وحطها في الشفشق اللي كان قدامك ده. ابتدي تعجن العجينة كده زي ما انت شفتي، وكنت حتى بقولك انا ايديا حمرت ايام العجن. لازم تعجنيها كويس جدا عشان تطلع معاكي ناعمة وملساء وما بتلزقش معاكي في البولة بتاعت العجن او ما بتلزقش في ايديكي خالص. كده بعد ما عجنت العجينة ابتدي ان انا اقطعها كده قطع صغيرة خالص على حسب ما انت برضو بتحبي الفطيرة كبيرة او صغيرة تبتدي ان انت تقطعيها. بس كل ما بتقطعي المقاسات صغيرة كل ما بتديكي توية اكتر. فانا هنا كنت بقطعها زي ما انت شايفاها كده اكبر من حجم البيضة او على حجم البيضة الكبيرة. هبتدي اقطع الكمية كلها بنفس الشكل. وهنا كنت خلصت الكمية كلها وكنت بحط لها على الوش سمنة او زيت على حسب اللي انت بتحبيه او اللي انت بترتاحيله. انا كده كده كنت هنا مدفية السمنة بتاعتي وهنزل بيها بالقطع العجين اللي انا ابتديت بيها الاول. القطع اللي انا عملتها الاول هي اللي هنزل بيها عشان استخدم اللي ارتاحت اكتر معايا. انا خلصت على طول التقطيع واشتغلت في اول حاجة عملتها، يعني ما سبتش العجين يرتاح. انا اول ما خلصت ابتديت ان انا اشتغل على طول، وحطيت كمية كده على قد ما انا هقدر ان انا اغطيها في قلب السمنة الدافية. لو جربتي الفكرة دي صدقني هتعجبك جدا، هتكون مسهلة معاكي طريقة الفطير ومش هتستصعبي ان انتي تعملي فطير في بيتك خالص. حتى لو انتي لسه مبتدئة او لسه ست بيت صغيرة هيكون معاكي الفطير سهل بالطريقة دي، وان شاء الله مش هتحتاجي لحد اصلا يساعدك او يقف معاكي ان هو يعمل معاكي الفطير. فابتدي اخد قطع الفطير اللي انا حطيتها في السمنة عشان افردها كده كويس زي ما انت شفتيها، وحطيتها في قلب الصينية على أول واحدة اللي أنا حطيتها، عشان أول واحدة دي هتبقى القاعدة بتاعة الفطيرة، فلازم القاعدة بتاعة الفطيرة تكون أكبر شوية أو أكبر حجم شوية. هبتدي أكمل بقية الكمية بتاعتي كده وأفردها بنفس الشكل. ولو اتقطعت معاكي ما تقلقيش، احنا كده كده بنحط طبقات، يعني مش هنعمل الطريقة القديمة ان احنا نفرد حاجة كبيرة وبعد كده نطبقها وبعد كده نفرد واحدة تاني ونفردها كبيرة وبعد كده نحط فيها اللي احنا طبقناه والكلام ده. لا انسي الطريقة دي، صعبة جدا ومهلكة، وبيبقى لازم حد يكون معاكي بيساعدك فيها او لازم يكون عندك مكان واسع ان انتي تفردي عليه. جربي الطريقة دي وان شاء الله هتعجبك جدا وهتبقى سهلة على قلبك، مش هتستصعبي فكرة ان انتي تعملي الفطير. لو جربت الطريقة دي هترتاحي لها، ومش بعيد ان انتي تعملي الفطير مرة او مرتين في الاسبوع. هبتدي اكمل الكمية كلها بنفس الشكل واتأكد ان الحرف بتاعتي بتتفرد معايا كويس. وتقدري لو انتي عايزة تعملي فطير شرقي اللي هو بالحشو زي اللي احنا بنجيبه من برا، تقدري ان انتي تعملي بنفس الطبقات ديت وتحطي في النص، تحطي اللحمة او الخضار او الحشو اللي انتي عايزة تحشيه وتكملي بقية الطبقات فوقيها، وبعد كده تلميها زي ما انا هوريكي هنلمها ازاي، وتطلع معاكي احلى فطير شرقي. وان شاء الله هعمله لكم برضه في فيديو تاني لوحده. كده
خلاص دي كانت اخر واحدة. هوريكي هنلم بقى ازاي الفطيرة بتاعتنا. بمسك الحرف الاولاني مع الحرف الاخير، ابتدي اني انا اتنيهم كده لجوه، اتلمت معايا بكل سهولة اهي وبقت شبه الرغيف كده. تمام، هسيبها بقى ترتاح على نفس الشكل لمدة نص ساعة وبعد كده افردها تاني وهوريكي برضه هنكمل فيها ايه. كده انا هعمل واحدة تانية عشان برضو تاخدي بالك كويس انا بعمل ازاي. هوريكي واحدة تانية هعملها ازاي. جبت هنا اول قطعة فردتها وهحطها على الصينية بتاعتي. وهجيب تاني قطعة. الميزة هنا في الطريقة ديت ان انت مش كل مرة بتعوزي ان انت تدهني، خلاص انت القطعة محطوطة في قلب السمنة بتشيليها بتفرديها على طول، بس السمنة تكون دافية ما تكونش سخنة ولا باردة عشان تديك النتيجة اللي انا شغالة بيها. وهبتدي احط بقية الطبقات كده كلها. فانا بقولك هنا لو ما اتفردتش معاكي شكلها مدور قوي ما تلاقيش، لان احنا كده كده بنلمها وبعد كده بنفردها تاني في قلب الصينية، فبتاخد شكل الصينية اللي انت عاملاها فيها. هنا هي كنت بعد رقات، انا حاطه كام رق لاني كنت نسيت. هبتدي اكمل برضو بقيه الكميه كلها. كده كل ما بتبان معاكي شكل ورخامه تتاكدي ان انت خلاص فردتي الطبقه او فردتي رق على قد ما قدرتي، يعني خلاص هو جاب اخره مش هيتفرد تاني اكتر من كده. وانا هنا كنت بحط الطبقات على اطراف الصينيه لان الصينيه بتاعتي كانت صغيره، فقلت مش مشكله هخلي الطبقات لبره عشان لما اجي المها اعرف المها كويس. وهفرد بقى اخر طبقه، دي كانت اخر طبقه هفردها. وهلمها برضو بقى وهيكي هلمها ازاي تاني عشان تاخدي بالك. انا بشيل الحرف الاولاني وابتدي المها كده لجوه زي ما انت شايفه، بلم بايديا كده لجوه وخلاص بقى اركنهم لحد نص ساعه. بعد ما اخلص الكميه كلها استنى عليهم نص ساعه عشان ترتاح معايا كويس، وبعد كده هوريكي هفردها تاني ازاي. هنا كانت الكميه بتاعتي، عملت لي 4 فطيرات كبار وواحده صغيره، لان زي ما قلت لك انا حبيت ان انا اعمل دولت فيهم مرقات كتيره يعني مليانين، عشان انا زي ما بقول لك مش هعملهم كلهم ليا لوحدي. فعملتهم بقى على 4 طبقات، يعني انت لو انت حابه تعمليها الرقات بتاعتها معقوله ممكن تطلع معاكي 6 فطيرات حلوين زي الحجم الكبير اللي انت شايفاه قدامك ده. انا بقى هنا خلاص انا بعد ما ارتاحت نص ساعه ابتدي ان انا افردها كده بايديا واطبطب عليها كده بالراحه عشان تتفرد وتاخد معايا نفس الشكل بتاع الصينيه. وهكمل بقيه الفطيره، هكمله برضو بنفس الشكل بعد ما ارتاح، هبتدي ان انا افردهم كده في الصينيه زي ما وريتك في اول واحده. لو جربتيها هتعجبك جدا لانها فكره جديده وفكره غريبه شويه، بس في نفس الوقت هتكون معاكي مسهله الامور، يعني هتخلي قطعه العجين تتفرد معاكي بكل سهوله، مش هتستصعبي موضوع الفطير ده تاني خالص. كده انا هنا برضو بكمل كده فرد فيهم. كده خلاص انا خلصتهم، ادخلهم الفرن على درجة حرارة 200. لو هتسوي في ميكرويف او فرن الكهرباء هتسويه على اعلى حاجة عشان ما ينشفش معاكي. وده كان شكله بعد ما خرج معايا من الفرن، كان شكله جميل جدا واخد لون جميل وزي ما انت شايفاه مورق كده، وكمان هوريهولك من الداخل شكله عامل ازاي. عايزه اقولك ريحته كانت قلب البيت كله، وولادي كانوا بيقولوا لي الله يا ماما ريحه جميله جدا والفطير شكله احلى من اللي بيتباع بره. وطبعا بقى انا خدت منه عشان افطر بيه ولادي، فطبعا يعني ما ينفعش اعمل وما اخدش منه. زي ما انت شايفه انا بوريكي هنا سمكها كانت قد ايه. طبعا بقى لازم اعمل الحبايب الحاجه اللي هما بيحبوها.
كده انا بطلعهم قدامك على الصينية عشان اوريكي الشكل بتاعهم عامل ازاي، وكمان هقطعها عشان اوريكي شكلها من الداخل عامل ازاي وقد ايه الفطيرة بتاعتنا مورقة جدا. شايفة الطبقات باينة ازاي؟ شايفة الطبقات ما شاء الله كان شكلها جميل جدا. جربتيها تعجبك جدا لان الطريقة ناجحة ان شاء الله، مضمونة 100% وعلى ضمانتي لو عملتيها ان شاء الله تطلع معاكي ناجحة 100%. لو عجبك بقى فيديو النهاردة ما تنسيش تدوسي لايك، ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تنزلي وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد من فيديوهاتي الجامدة جدا ان شاء الله. واسيبكم في حفظ الله وعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.